مع انطلاق حظر التجوال في محافظة ديالى، بدأت الصورة هكذا: شوارع خالية وحركة معدومة وانتشار كثيف للقوات الأمنية والتزام المواطنين بإجراءات الحظر بنسبة كبيرة، ومطالبات بتوفير البدائل للعوائل الفقيرة التي تحتاج على رزقها اليومي. طبعا أكيد الحظر شيء مفيد إنه على مد يمنعون انتشار المرض كوفيد 19، بس المشكلة المواطن الفقير ما جاي يقدر يتوافق ويا الحظر، لأن أكو بعض المواطنين دي يعانون من مشاكل الحظر، فلازم على الحكومة إيجاد البدائل من وراء الحظر، مثلا توزيع الكمامات، توزيع المنظفات والسانتنايزر وغيرها من المواد على مود المواطن الفقير يقدر يطلع براحته وما يقدر، لأن حاليا حسب الحظر جاي يتأذى لأن قاعد بالبيت، أكو ناس كسبة ما جاي يقدرون يشتغلون أثناء الحظر. المفروض مثلا الطوهيج خليطون تعويضات للعالم المحتاج، العالم الفقرة حتى يقعد بالبيت. يعني هسه مثلا واحد شو يوكل أهله مثلا إذا ما عنده شغل ثابت وعندنا حظر وهاي لا أحد يقدر يطلع لا شيء. فيما أكدت محافظة ديالى بأنها أصدرت تعليمات عدة بخصوص إجراءات الحظر وطرق السلامة، ومنها إنهاء مظاهر الاحتفال والتجمعات وفرض غرامات لمن يتجاوز ومعاقبة المخالفين وتوجيه القوات الأمنية بالتعامل الحسن مع الحالات الإنسانية. تم اتخاذ عدة تدابير وقائية في المحافظة من قبل خلية الأزمة، وتم توجيه مديرية الشرطة والأمن الوطني ودائرة الصحة ديالى بعمل جولات تفتيشية بفرض غرامات على مخالفي عدم ارتداء الكمامات، أيضا تشكيل فرق مشتركة من قبل الجهات الأمنية ودائرة الصحة ديالى من أجل الإشراف على جميع القاعات والمقاهي والمطاعم وفرض غرامات مالية على المخالفين. موازنات كبيرة انطلقت بعد عام 2003، إلا أن نسب الفقر والبطالة استمرت بالارتفاع، ومع أزمة انتشار فيروس كورونا وفرض حظر التجوال لفترة طويلة بدأت معاناة الفقراء بالظهور نتيجة للبطالة الكبيرة وانعدام فرص العمل في ظل غياب الإجراءات الحكومية. من محافظة ديالى حسن الشمري، التغير الفضائي.